أهلا بحضراتكم في هذه التغطية. بعد دقائق قليلة سنكون على موعد مع كسوف جزئي للشمس، ومصر ستكون من ضمن الدول التي ستشهد هذا الكسوف. وخليني أقول لحضراتكم بعض التفاصيل حول هذه الظاهرة وفقا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية. يبدأ الكسوف في الساعة 10:58 ككسوف شبه ظلي، وسينتهي في الساعة 3:02، وسيستغرق حوالي 4 ساعات و4 دقائق. يمكن رؤية الكسوف الجزئي في أوروبا وجزر الأورال وغرب سيبيريا والشرق الأوسط وغرب آسيا وشمال شرق إفريقيا، وسيتم تسجيل المرحلة القصوى من الكسوف الجزئي في سهل غرب سيبيريا في روسيا، حيث يغطي قرص القمر حوالي 86% من قرص الشمس. وإلى القاهرة، حيث يمكن رؤية الكسوف في مرحلة جزئية في الساعة 12:00 تقريبا، وستكون ذروة الكسوف الجزئي في القاهرة في تمام الساعة 1:09 ظهرا، حيث يغطي قرص القمر حوالي 37% من قرص الشمس. أيضا يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والكسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية. وكان قد أكد رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن النظر للشمس بالعين المجردة دون نظارة شمسية أو فلاتر قد يؤدي للعمى أو حرق شبكية العين. يرتبط الكسوف بالشمس عندما يقع القمر بين الشمس والأرض، وقد يكون جزئياً أو كلياً أو حلقياً. وتابع رئيس المعهد للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه لن نرى كسوفاً للشمس مرة أخرى في مصر إلا في أغسطس من عام 2027، وسيكون كسوفاً كلياً مركزه منطقة الأقصر، وبدأنا بالفعل الاستعداد له كظاهرة سياحية ترويجية لمنطقة الأقصر. مشاهدينا الكرام، نهاية هذه التغطية، ومتواصلون مع حضراتكم بمزيد من التغطيات على تلفزيون اليوم السابع. تقبلوا تحياتي، أنا سارة إسماعيل، وإلى اللقاء.